السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في أولى حلقات برنامج مشيرة والحياة. حلقتنا النهاردة حلقة طبية هنتعرف فيها على فشل وضعف عضلة القلب، ومعانا الدكتور رامي إسماعيل زميل أبحاث القلب جامعة جلاسكو البريطانية. أهلا بك يا دكتور. ازيك يا مشيرة؟ أهلا بحضرتك. مبسوط إني طالع معاكي في أول حلقة. ربنا يخليك. إن شاء الله تبقى حلقة موفقة والناس تستفيد منها يا رب. يا رب يا دكتور. ربنا يخليك. عايزين نعرف يا دكتور، الشخص اللي بيبقى مصاب بفشل وضعف عضلة القلب، ايه الاعراض اللي ممكن تجيله اللي هو يبتدي يعرف منها اللي هو مصاب بفشل وضعف عضلة القلب؟ طيب اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نقينا موضوع الحلقة ده يبقى فشل عضلة القلب او ضعف عضلة القلب، الاثنين واحد. يعني مثلا ضعف الكلى بنسميه فشل كلوي، ضعف الكبد فشل كبدي، ضعف التنفس او الرئه مش عارفه تدخل هواء نسميه فشل في الجهاز التنفسي، ضعف القلب نسميه فشل في القلب. يعني القلب مش قادر يعدي، مش قادر يقوم بوظيفته. وما هي وظيفه القلب اللي مفروض بيقوم بيها؟ انه مضخ، بيضخ الدم، بيضخ الدم لقدام، يعمل كده ينقبض يضخ الدم، وبعدين يعمل كده يرتاح يتملي دم، يسحب الدم اللي في الرئه وبعدين يضخه. فشل يعني ايه؟ يعني مش قادر يضخ الدم، يعني بدل ما بيضخ كده مثلا بيضخ كده ضعيف، بدل ما بينقبض كله لا بينقبض كده، بيضخ بالراحه. وحتى كمان قسموها يعني العلماء لنوعين من الفشل، هو القلب مش بس بينقبض، ده بينقبض وبعدين بينبسط. ففي فشل في الانقباض مش قادر يضخ، وفي فشل في الانبساط يعني مش قادر يرتاح للاخر. أيوة. ولو ان حتى الناس تقول لك يعني فيها ايه يعني لما يكون مش قادر يرتاح، المهم انه بيضخ وخلاص. لا، ده دي طلعت مهمه زيها زي فشل الانقباض، فشل الانبساط، ودي يمكن مسؤوله عن 90% من الناس اللي بتنهج بعد سن 40 سنه. يعني بنسبه 90% لو شفت واحد عدى سن ال 40 سنه وطالع سلم بينهج يبقى غالبا يسموه قصور او فشل او ضعف في انبساط القلب. انبساط القلب. اوكي، ممتاز. ايه هي الاعراض بقى اللي لو لقيتها عندي اقول ان عندي فشل في القلب او عضله القلب ضعيفه، مش قادره تضخ كويس او مش قادره تنبسط وترتاح كويس؟ اني انهج بس بشكل كبير، شكل غير معتاد. يعني العادي مثلا ان انا بنهج في الدور الخامس السادس، انا وانت لو طلعنا سلم دلوقتي ممكن ننهج في الثالث في الرابع. يعني النهجان بيجي النهجان العادي عايز التدريج ولا مع طلوع السلم بس؟ لا يعني لو عملنا مجهود ولا قمنا اي مجهود، نجري شويه ولا طلعت مطلع على رجلي ولا طلعت كام دور سلم والاسانسير بايظ هنهج. ايوه، وممكن اكون بنهج اصلا عشان ما طلعتش السلم بقالي شهر. أيوة. عادي، النهجان اللي هو نتيجه ضعف اللياقه البدنيه. لكن لما انا عندي لياقه بدنيه وبطلع خمس ست ادوار وما بنهجش، وفجاه الاقي نفسي بطلع دور واحد بس، بنهج من اربع خمس سلمات، اروح لحد الصاله، اروح من الصاله للاوضه، اروح مجهود بسيط يعني، مجهود عبيط خالص ما كنتش بنهج بسببه، الاقي نفسي مش قادر ومعبي ميه كده وجسمي ما فيش هواء في الرئتين ورجليا منفخه ميه، ولو جيت حتى انام الاقي نفسي اتخنقت واقوم اقعد تاني. غالبا ده بقى في ميه كده في صدري او في ضعف في القلب مش قادر يضخ الدم، وساعتها افكر ان يكون عندي ضعف في عضله القلب. اوكي. ايه رايك لو نقول حته صغننه كده عن الدوره الدمويه اللي القلب بيعملها عشان لما نقول باظت فنبقى عارفين ايه اللي حصل منها؟ يبقى ايه اسبابها؟ بسيطه كده، بالظبط كده. اوكي. القلب اولا زي ما خدنا زمان في العلوم، حته بقى شويه كيمياء وعلوم، عباره عن نصفين، نص يمين ونص شمال، وكل نص عباره عن اوضتين، اوضه صغننه كده زي الودن اسمها الاوزين، واوضه ثانيه بتضخ الدم اسمها البطين. فبقى في اوزين وبطين ايمن واوزين وبطين ايسر، تمام كده؟ اهم واحد فيهم واكبر واحد فيهم وهو تقريبا القلب هو البطين الايسر، اللي هو بيضخ الدم لكل الجسم في شريان كبير اسمه الشريان الاورطي، يطلع من القلب كده. خلي بالك احنا قلنا كذا مره في كذا حلقه ان القلب مش على الشمال، القلب في النص ويميل الى اليسار قليلا. وبيطلع من البطين الايسر ده اللي هو اكبر اوضه في القلب، خرطوم كبير اللي هو الشريان الاورطي، طالع في نص الصدر كده، واول ما يطلع يلف كده، وهو بيلف يدي فرعين للمخ، وبعدين يكمل يدي فرع للدراع اليمين وفرع للدراع الشمال، وبعدين ينزل يدي فروع للرئتين والصدر، وبعدين ينزل يدي فروع للبطن والكبد والكلى، وبعدين يتقسم واحد للرجل دي واحد للرجل. يبقى كده القلب غذى كل الجسم. كل الجسم. بعد ما الدم بيروح لكل الجسم بيبقى دم احمر مليان اكسجين. فالخلايا تاخد الغذاء وتاخد الاكسجين، ويرجع تاني الدم لونه ازرق مليان ثاني اكسيد الكربون اللي في الاورده اللي في العروق الزرقاء اللي الواحد بياخد فيها الحقن. يرجع الدم لونه ازرق اللي مليان بقى فضلات وثاني اكسيد الكربون على الناحيه اليمين من القلب، على الاوزين اليمين يديه للبطين اليمين، البطين اليمين ياخد الدم اللي مليان ثاني اكسيد الكربون ده يوديه للرئتين. الرئتين مليانه هواء فتطلع ثاني اكسيد الكربون وتدخله اكسجين، فيرجع تاني لونه احمر وردي، يقوم رايح على الاوزين الشمال
ثم البطين الشمال اللي يضخه تاني احمر لكل الجسم. لما يكون القلب ضعيف، واهم اوضه في القلب قلنا البطين الشمال، البطين يعني القلب ما هو الا بطين شمال راكب عليه بطين يمين واذين يمين واذين شمال، الشمال الاهم. فالقصد لو حد اتكلم معاكي في اي اشعه ولا في اي تحليل ولا عيان اتصل بيكي قال لك انا عندي مشكله في القلب، فالمقصود علميا البطين الشمال، البطين الشمال يعني ضعف في عضله القلب، المقصود عاده ضعف في البطين الشمال. جلطه في القلب يعني جلطه في الشريان اللي بيغذي البطين الشمال. مش في القلب يبقى تضخم في القلب، يبقى تضخم في جدار البطين الشمال، ممكن يكون في البطين اليمين بس بيتقال، لكن في القلب كده وتتساب يبقى المقصود مضخه القلب اللي هي البطين الشمال. البطين الشمال فلما البطين الشمال يحصل فيه ضعف يعني مش قادر يضخ الدم، هو سحب الدم اللي في الرئه بعد ما بقى مليان اكسجين وبيضخه للجسم عشان يغذي الجسم بالدم اللي مليان اكسجين، ما بقاش قادر يضخ، مش قادر. طب يعمل ايه بقى؟ يقوم يضخه شويه والباقي يرجعه تاني ورا. ورا فين يعني؟ ورا في الرئتين. فالرئتين تتملي دم او تتملي ميه، ما الدم ده نصه ميه، فما بيبقاش فيها مكان للهواء، فالعيان ينهج. ولما الميه تزيد قوي تكبس على نفسه وهو نايم يقوم يقعد. ولما الميه تزيد قوي ممكن تملى بطنه، ولما تزيد قوي تملى رجله يبقى مورم. وساعتها نعرف ان عنده ضعف، ضعف في عضله القلب. واكتر حاجه بالمناسبه دي كانت احد الاسئله بتاعتنا، ايه الاشعه الجوكر يعني اللي تبين العضله ضعيفه ولا لا؟ في نوع اشعه معين بالظبط، وكمان مش بس توريني العضله ضعيفه ولا مش ضعيفه، لا ضعيفه وكفائتها كام في الميه. ايه بقى الاشعه دي؟ موجات صوتيه على القلب. لو رحت حتى اي مركز اشعه قلت له عايز اعمل موجات صوتيه على القلب هتلاقي مكتوب كده في رقم. دي بتبين الفشل وبتبين العضله ضعيفة ولا قويه. طب ولو انا قدامي الاشعه دلوقتي اقدر معلش يا دكتور كده تقول لي على رقم اللي هو بتاع كفاءه العضله، انهي رقم مكتوب قدامي؟ ارقام كتير قوي، حجم القلب في الانبساط، حجم القلب في الانقباض، سمك عضله القلب، سمك الجدار السفلي، سمك الجدار الامامي. انا عايز بقى انهي رقم في دول بتاع كفاءه العضله اللي لو لقيته قليل يبقى العضله عندي كفاءتها قليله. في رقم في رقم ينفع اقراه؟ ينفع اقراه. تقول لي عليه؟ لا مش هقول عليه، ده سر يعني. طبعا ينفع نقول اللي هو اسمه ايه بقى؟ اسمه EF، اختصار لإيجكشن فراكشن. هو ده اللي بيبين اذا كانت العضله ضعيفه بالظبط، الكفاءه بتاعتها كام بالظبط. بالظبط الطبيعي بتاعه إيجكشن فراكشن. طب الطبيعي ايه بتاع كفاءه القلب يا دكتور؟ بالظبط الطبيعي بتاع كفاءه القلب او الطبيعي بتاع الاي اف من 55 لحد 70 في المية. لو قل عن كده يبتدي تقل الضعف. بالظبط كده. حتى في ناس تسالني هو ازاي كفاءه القلب 55%؟ يعني ايوه كفاءه القلب 100%؟ ايوه وساعات 40%. لا هو الاي اف دي مش معناها كفاءه القلب كام في الميه، اللي هو 100% يدخل كليه الطب و 50% يخش كليه صنايع مثلا يعني. لا دي اسمها ايجكشن فراكشن، يعني نسبه الضخ، يعني النسبه التي يقوم القلب بضخها عندما يمتلئ بالدم. بالعربي يعني يعني لو القلب عمل كده واتملى مثلا 100 سنتي دم، لما بيجي يضخ مش بيضخهم كلهم 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 ويتفعص وما يبقاش فيه ولا نقطه. أيوة. كده يبوظ. هو بيضخ 55 60 اللي هو النسبه اللي بتطلع 60% منهم. أيوة. ويتبقى جواه 40%. فالطبيعي ان نسبه الضخ تبقى 60 من 55 ل 60، 65 ماكسيمم 70. هو ده كده الطبيعي. ده الطبيعي. فلو زادت عن ال 70 75 80 ده مش كويس. ولو قلت عن كده، ولو قلت عن 55 50 40 ده كده بقت ضعيفه، 45 35 30 ده ضعيفه قوي، حاجه و20 بقى دي ضعيفه جدا 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 بقى. ممتاز. وساعتها ينهج اكتر، كل ما تضعف اكتر ينهج اكتر ويورم اكتر لان القلب مش قادر يضخ. طب دكتور هو بيبقى في اسباب معينه لضعف عضله القلب؟ ممتاز. وده هيجرنا بقى ازاي نحافظ على قلبنا. في اسباب معينه بالظبط. في اسباب كتير لضعف عضله القلب، ولكن اهم الاسباب الرئيسية هي ثلاثة أسباب. ساعات حتى من كتر ما هي رئيسية بقول ثلاثة أسباب لا رابع لها، لا في رابع لها، بس هي دي الثلاث أسباب الرئيسية. ده الأهم حاجة في عضلة القلب. مهمين جدا. يعني لو واحد عنده نهجان جامد جدا ومش قادر يمشي لدرجة بيروح من أوضة لأوضة ينهج، وراح لدكتور قلب قال له اعمل لي أشعة إيكو أو موجات صوتية على القلب، وعملها الإي إف دي 30 ولا 20 أقل من 50، وعضلة القلب تقال له يا دكتور يا حاج حسين دي العضلة ضعيفة، يبقى غالبا العضلة ضعيفة لسبب من الأسباب الآتية. أيوة إيه هما بقى؟ لازم أقولهم يعني؟ طبعا. السبب الأولاني ضعف عضلة القلب نتيجة إن حتة من القلب ماتت. يعني مثلا القلب بيضخ كده مثلا ماشي، وفي شريان بيغذي الجزء ده وشريان بيغذي الجزء ده مثلا، هما كذا جزء بكذا شريان، والشريان اللي بيغذي الجزء ده اتقفل
نتيجة بقى باكل دهون وباكل كوليسترول وبشرب سجاير وعندي سكر وعندي ضغط، فقعدت تترسب دهون يعني هي دي الأسباب بس اللي ممكن تسد الشريان ده واحد أهو. اه أسباب كتير اللي بتسد شرايين القلب، غير الكوليسترول أسباب الخطورة أو عوامل الخطورة، الكوليسترول الزيادة، التدخين، الأكل كتير، التدخين، السكر العالي، الضغط العالي، العوامل الوراثية لو حد عندي في العيلة، الوزن الزايد، قلة الحركة، إن آكل وأنام، إن أنام كتير وأواصل النوم، لأن الصحيان لصلاة الفجر يحمي من تجلط الدم، اه يقوم يترسب دهون جوه العروق يبتدي بتاعتي. تسد بقى تقعد الشرايين تترسب الموصلة. تترسب 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 لحد ما واحد منهم يتسد. يتسد. ممكن يتسد واحد في المخ فيجي لي جلطة في المخ فتشل، اه جلطة في الرجل، جلطة في الإيد، جلطة في العين لا قدر الله، جلطة في القلب. طب ولما تيجي جلطة في القلب يقوم يتسد شريان من اللي بيغذي حتة من القلب. اه طب ولو اتسد يبقى شريان ده من اللي سبب بقى بيغذي، من اسباب لو اتسد ضعف. الشريان وعرفنا بسرعة انه اتسد والعيان عرف ان عنده انسداد في الشريان، وهقول ازاي يعرفها، وراح بسرعة المستشفى واتعمل له بالونة واتفتح الشريان، ما يلحقش حتة من القلب تحصل لها حاجة وتموت. لكن لو ما عرفش ونام في بيتهم، عشان كده دايما في كل حلقة بقول هو لو واحد جاله جلطة في القلب يعرفها ازاي؟ باختصار كده في كلمتين، يجي له وجع شديد 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 من هنا لحد السنة الجاية في منتصف الصدر. ده دي يعرف اللي هو الجلطة ان في عرق والذبحة سد. زيها دكتور هي نفس الأعراض. اه جلطة يعني شوية قفل خالص، ذبحة يعني شكل الوجع عامل اه زي الذبح، لأنه ساعات بيطلع على رقبتي كأني بتذبح، وساعات يسمع مش في رقبتي، يسمع في كتفي اليمين أو الشمال، يعني ساعات كده أكتر اللي الشمال. يحس بوجع شديد قوي في المنطقة الصدر في النص يبقى دوت. خلينا أكمل الوجع بيبقى إزاي؟ يبقى ده ماشي. جلطة في القلب. اه وجع شديد في صدري ايوه شبه السكاكين أو التقطيع أو الحرقان أو الطوبة. طب أنا عرفت منين الكلام ده؟ من الناس اللي جالهم جلطة. ايوه قلت طبعا. له جالك الجلطة عاملة إزاي يا عم صبحي؟ قال لي زي نار في صدري، واحد تاني قال لي حجر، واحد تالت قال لي حرقان، واحد رابع قال لي عصرة. المهم إن دايماً بتبقى في نص الصدر، في نص عمرها الصدر. ما بتبقى على الشمال كده، عشان الناس اللي بيجي له نغزة يقول لك دي جلطة، لا ده وجع في العظم في الضلوع، رطوبة، برد، أحط لها كريم مسكن. لكن ده وجعك الشديد في صدري يسمع في الرقبة، يسمع في الدراعات، يسمع في الظهر ورا، من كتر ما هو شديد أعرق، ومن كتر ما هو شديد يجي لي غثيان وممكن أرجع. وجع غبي في الصدر في واحد كبير في السن شوية شكله كده هيجي له جلطة، عنده سكر، ضغط، كوليسترول، تدخين، وجع شديد في الصدر يساوي جلطة إلى أن يثبت العكس، تتعامل معاه على إنه حاجة انها وحشة. غلطة. اه ممكن يكون شوية حموضة بزيادة، ممكن يكون تقلص جامد، بس غالبا المصيبه ان لو جلطه وانا كبرت. طب اعمل ايه ساعتها لو انا في البيت يعني وشفت المنظر ده، ابويا بيعمل كده ولا حاجه لا قدر الله، اديله اسبرين، الاسبرين العادي ده بتاع الصداع، الريفو، عارف الريفو بتاع الصداع ده ابو 50 قرش، ايوه تاخد منه واحده 300 مللي جرام تقرقشها، او الاسبرين بتاع الاطفال اللي هو الاطفال. 75 مللي تاخد اربعه تقرقشهم، المهم المجموع يكون 300 مللي، لا واحده ريفو الاربعه اسبوسين تقرقشهم، يقوم يعملوا سيوله لحد ما تروح المستشفى بسرعه. من 2 ل 4 يا دكتور؟ اربعه، أربعة 300 مللي لو جرام، حس مكتوب في بالأعراض دي. الكتب كده 300 مللي جرام من الاسبرين. طب ولنفرض ما طلعت مش جلطه في الاخر وانا قرقشت الاسبرين، يا لهوي ولا يحصل حاجه ولا أي حاجة عادي، لكن لو طلعت جلطه وانا قلت لا استنى شويه على الاسبرين هنضر. أيوه يدخل يعمل قسطره لو لحق في اول ساعه او ساعتين ويفتح الشريان المسدود وتعيش حته من القلب، عشان كانوا زمان بيقولوا رامي بيقول بلاش قسطره وبلاش عمليات، لا تنفع لو في اول ساعه، لكن لو العيان اتاخر وعدى يوم نايم في بيتهم ما خلاص ينفعش احنا ان شاء الله الأسطرة خلاص، بكره الصبح كده الصباح رباح نبقى نروح نشوف، هتكون حته من القلب ماتت ماتت خلاص. خلاص. يبقى ده سبب من الاسباب هتروح ضعف تفتح بقى. بالظبط، هتروح تفتح بقى شريان مسدود بيغذي حته ماتت، صح ماتت مش هتصحى. فساعتها يفضل بقيه عمره عايش بحته من القلب ميته ميت. وعضله القلب ضعيفه. يبقى ده سبب من اسباب ضعف عضله القلب واشهر سبب واكثر سبب. طب تاني سبب بقى يا دكتور؟ السبب التاني يعني معنى كده ان السبب الاولاني ايه؟ حته ماتت، حته ماتت. مثلا الجزء ده وعرفنا اسبابها ازاي بتموت كده. بالظبط كده، الشريان قفل فالحته دي ما بقتش تدق، فبقى القلب يدق كده. بدل ما كان بيدق كده يحصل بقى ضعف في عضله القلب. ايوه بالظبط، بدل ما كفايتها 60% تبقى 30 40% بس كده. ده السبب الاولاني الاشهر والاكثر حدوثا، وتقدر تعرفه في الايكو، حتى لو واحد يعني بيعرف يقرا او بيترجم او قال للدكتور والنبي اقرا لي الايكو، هيقول له في جزء من القلب الامامي الخلفي الايمن الايسر لا يتحرك. ليه لا يتحرك؟ عشان مات. ليه مات؟ عشان الشريان اللي بيغذيه اتقفل. ليه اتقفل؟ عشان التدخين والسكر والضغط والحاجات دي. طب له لازمه يا دكتور واحد عنده عضله قلب ضعيفه وفيها جزء ميت مش بيتحرك ومثبت ذلك في المحضر الرسمي لاشعه الايكو، اروح اعمل له قسطره وافتح الشريان ده؟ يبقى تهريج. يبقى ملوش قسطره ساعتها ولا دعامات. اعمل له ايه؟ واحد صباعه اتقطع ووقع في الجنينه. أيوة. وبعد شهر واحد قال انا لقيت صباعه لقيت صباعه، يلا خد ركبه. يا راجل ده عفن خلاص. ما تستهبلش ما تهزرش،
مش هيستفيد. مش هيستفيد. امال امتى يستفيد؟ لو في نفس وقت الجلطه جاله الوجع الساعه 12 على الساعه 12 ونص عمل قسطره الساعه 1 مش تاني يوم الساعه 2 غير كده بقى يبقى ما ينفعلوش خالص. لو ماتت حته مش هتصحى خلاص بالذات لو اقر انها ماتت. عشان كده ساعات لما حد يكونوا شاكين فيه يعملوا له اشعه اسمها اشعه لحيويه القلب يشوف الحته دي حيه ولا ميته. ان كانت حيه يوصلوا لها دم، ان كانت ميته ما يلعبوش فيها. ايوه فهمتي؟ ده السبب الاولاني. طب السبب الثاني بقى يا دكتور؟ السبب الثاني ان يكون عندي حاجه في القلب وانا صغنن، غالبا مرض كده اسمه حمى روماتيزميه على القلب، ممكن نعمل له حلقه لوحدها مشيره. والمرض ده بيبوظ صمام من صمامات القلب. في اربع صمامات في القلب، مش احنا قلنا في اربع عوض؟ اوزيني وبطين واوزيني وبطين يمين وشمال. بين كل اوضه والتانيه صمام، ففي اربع صمامات. الصمام المترالي، الصمام الرئوي، الصمام الثلاثي، الصمام الاورطي، مش بالترتيب يعني. فالصمام اللي يبوظ يعني بيفتح وبيقفل، ده الطبيعي. يبوظ يعني ما يفتحش، يلزق في بعضه. او يفتح كويس بس يبقى كاشش فما يقفلش. يفوت ما يقفلش قصاد بعضه. فلما مطور يكون في صمام بيفوت، كان المطور بيضخ على الفاضي، يضخ الدم وبعدين يرجعه تاني مكان ما ضخه. ايوه فيبوظ بعد شويه يعني. الاوزين بيدي الدم للبطين فالصمام يفتح، يجي البطين يضخ الدم بقى في الشرايين عشان ما يرجعش تاني فوق في الاوزين يقوم قافل. طب لا نفسه ما بيقفلش، يبقى اللي راح من الاوزين للبطين بدل ما يروح على الشرايين رجع تاني من البطين للاوزين، قاعد يروح ويجي يروح ويجي في نفس المكان فيتعب، يبتدي بقى العضله تضعف. يبقى في ضعف فيها، يحصل حاجه اسمها ضعف في القلب وتمدد في القلب وتضخم في القلب. وعايز اقول حته مهمه كده، بس دي حته كده بروفيشنال قوي ويمكن ما تقلتش خالص. ايه هي بقى حته بروفيشنال وساعات بيخطئ فيها التشخيص ويكون سبب لان عيان يعمل عمليه في القلب وهو مش محتاجها؟ ايه بقى دكتور؟ دي حته بقى مهمه جدا وذاكريها واحفظيها واعرفيها. شفت عيان شبه كده فاتعمل له حتى عمليه وباظت ورجع يقول له طب تعالى نعمل واحده ثانيه وطلع مش كده. ايه هي بقى الحته دي؟ ان اي ضعف في العضله بيخليها تكبر وتتمدد وتبقى زي البالونه. تضخم يعني فيها بقى. يسموها تضخم او علميا باللغه العربيه الفصحى تمدد. تمدد تضخم يعني تفضل زي ما هي بس تضخم. ايوه. السمك يزيد. تمدد يعني السمك ما يزيدش بس هي ايه؟ توسع تفرشق كده. فالعضله لما بتبقى شغاله كويس بكفاءه كويسه بتبقى كده. ملمومه كده وصغننه، هي بتضخ كده بالمناسبه، القلب مش بيضخ كده، ده انا بدي بس مثال، القلب بيضخ كده بيتويست بيلف حوالين نفسه. ايوه. فكده بيدي قوه ضخ اعلى بمجهود اقل، عشان كده بنعرف نعيش بقلب شغال ما شاء الله 60 سنه. أيوة. مع ان الطبيعي لو واحد عمل ايده كده مش هيكمل 60 دقيقه، مش هيقدر. ايوه ده لو قدر. فالقلب بيعمل كده، فعشان كده ما بيتعبش سبحان الله. لما حته منه تموت ويبقى القلب قاعد بيضخ بدل ما كان كده مثلا بيضخ ناحيه واحده، الجزء الثاني ده ما بيتحركش خالص. أيوة. ده قاعد ده بيضخ وده بيزقه، ما هو سايب يا عيني. فبعد شويه يكبر، فلما يكبر القلب مع اي ضعف بيحصل تمدد غالبا. الصمامات اللي مفروض بتفتح وتقفل والمسافة بينهم مثلا 4 سنتي يبعدوا عن بعض، يبقى المسافة بينهم 5 سنتي 6 سنتي فيفتح كويس قوي، ده بيفتح بزيادة كمان، بس لما يجي يقفل مش مقابل بعضه فبيفوت، يحصل حاجة اسمها ارتجاع وتفويت في الصمام. اي صمام يا دكتور؟ مش صمام معين؟ غالبا الصمام اللي عند الحلقه بتاعه البطين اللي وسع، اللي هو البطين الايسر، اللي هو تحديدا الصمام اللي على بوابه البطين الايسر ويسمى الصمام المترالي. يعني كتير قوي من حالات ارتجاع الصمام المترالي باي نيم بالاسم بتكون سببها ان مش الصمام نفسه بايظ نتيجه حمى روماتيزميه ومحتاج يتغير الصمام، لا ده العضله ضعفت فوسعت فالصمام بعد عن بعض. طب اسمعيني بقى اكمل معلومه. لو الصمام بايظ، مش احنا قلنا ضعف عضلة القلب نتيجة حتة ماتت من القلب فتكبر القلب؟ لإما صمام بايظ فيخلي القلب يفوت فيكبر ويضعف. لو الصمام بايظ وهو اللي مكبر عضلة القلب، يبقى علاج العيان ده ان انا اغير الصمام، اعمل عملية قلب مفتوح لاستبدال الصمام المترالي، بقصه، اقص البوابتين دول اقصهم واحط صمام تاني معدني مكانه، وساعتها العضلة ترجع تاني تقوى. لكن لو العضلة هي اللي ضعيفة وسعت والصمام بعد عن بعضه فبقى في ارتجاع في الصمام المترالي، مش عشان الصمام بايظ وجالي حمى وانا صغير، ده عشان العضله ضعفت فوسعت فالصمام بعد عن بعضه فبقى في ارتجاع. فلو غيرت الصمام او صلحته مش هيصلح العضله، ده يمكن يموت في العمليه. ده ساعتها علاجه انك تقوي العضله بالادويه، زي ما هنقول ازاي بتقوى العضله، فالصمام يقرب لبعضه فالارتجاع يقل من غير ما اغير الصمام. ايوه. ايه اللي حصل؟ مره شفت عيان زي كده، مش فاكر كان اسمه ايه، خلف باين من المنيا، والراجل ده كان عنده ضعف في عضله القلب، العضله بدل ما كفايتها 60% كانت 30 ولا 32،
وبينهج جامد جامد جامد. عمل اشعه قالوا له ده العضله حاجه و30. بيبص في الاشعه على الصمامات فقال له ده الصمام المترالي فيه ارتجاع. قال له ارتجاع بسيط ولا ارتجاع متوسط ولا ارتجاع شديد؟ الارتجاع درجات، لو في شويه دم صغننين بيرجعوا يبقى بسيط، كتير يبقى متوسط، كتير قوي كل الدم اللي رايح تقريبا بيرجع يبقى شديد. سيفير، فيري سيفير، في كمان نوع كمان اسمه فيري سيفير يعني شديد جدا. ايوه. قال له لا ده ارتجاع شديد ولازم نعمل عمليه قلب مفتوح لاستبدال الصمام المطالي. قال له ساعتها مش هنهج؟ قال له مش هتنهج خالص، هتبقى يا لهوي هتطلع 80 دور، هتلعب في النادي الاهلي بس اعمل العمليه. فعمل العمليه. وبعد ما عمل عمليه والجرح لم وقعد 3 4 شهور مثلا على ما الجرح يلم وعلاج طبيعي، ما احنا نشرنا الصدر. طبعا. فقال لي بدات امشي تاني لقيت نفسي لسه بنهج. الله ما طلعتش يعني ال 80 دول. راح عمل اشعه قلب تاني اللي هي الايكو اللي هي الموجات الصوتيه. قال له ده العضله لسه ضعيفه، دي يمكن ضعفت اكتر، لان العمليه نفسها لو مش معموله في العيان الصح ممكن تاذيه اكتر، والصمام بيرجع زي ما هو. زي ما هو. الله. هم ما غيروهوش، هم كشكشوه يعني. خلوه يقرب لبعضه بس العضله نفسها ضعيفه فبتبعد تاني. فقال لهم طب الحل ايه؟ قالوا له نعمل عمليه تاني. قلبي مفتوح. جه قابلني، جه قابلني قلت له لا ما كانش له لازمه العمليه الاولانيه ولا العمليه التانيه، الكلام ده من كذا سنه يعني. قلت قال لي قلت له ده ضعف عضله القلب اللي عندك هو اللي مكبر العضله وهو اللي مخلي الصمام بعيد عن بعضه، ولو العضله قويت وصغرت الصمام تاني هيقرب من غير ما نعمل له عمليه ونكشكشه بخيط. وممكن ساعتها يخف يا دكتور منها؟ وخف وعضله القلب اتحسنت، وبدل ما كانت 32 بقت حاجه و40 او 47 48، ده بعدها بثلاث اربع شهور، ممكن دلوقتي لو هو مستمر على الدواء تكون زادت اكتر من كده كمان. طب والصمام قرب لبعضه والارتجاع قل، وراح تاني للدكتور اللي قال له يلا نعمل عمليه، قال له ده الارتجاع بدل ما كان شديد بقى متوسط او اقل كمان من المتوسط وما بقتش محتاج عمليه. وعمل لي حتى حلقه على اليوتيوب، قال لي متشكر يا دكتور رامي ان انت عالجتني بالدواء من غير محتاجه عمليه وربنا يكرمك. طب يا دكتور الصمام المطري ده مش في احيانا كتير قوي بيكون في يعني مولودين بيه حاجه يعني؟ لا في 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 مشاكل وراثيه، ودي تبقى وراثه دي ما بتتعالجش الا بالعمليه يعني. لو مولود مثلا عندي الصمام مش في مكانه، الصمام مقطوع، الصمام بوابه واحده، الصمام بوابتين بدل ما هم ثلاثه، بس ملوش ضرر يعني مكان الشريان ده. حسب بقى ايه اللي بايظ وايه اللي المفروض يتصلح. ملوش ضرر وحاجه صغيره؟ لا لو صمام بايظ كبير هيعمل مشكله، لو حاجه لو كان نسبه بسيطه خلاص ما يعملش اي مشكله. لو ارتجاع او دي بنسبه بسيطه مش مشكله، لكن لو نسبه متوسطه يبقى فيها مشكله لازم ناخد دواء، ولو نسبه شديده وما عرفناش نعالجها بالدواء يبقى نعمل استبدال بالعمليه. وبالذات لو العيان عنده اعراض وبيتعب والاعراض لم تعالج بالدواء. اللي بيزعلني بس الجمله الاخرانيه دي، وبالذات لو العيان بيتعب وعنده اعراض بينهج جامد يعني. والاعراض لم تعالج بالدواء. يعني ايه لم تعالج بالدواء؟ يعني اديته دواء يحسن الاعراض ويخلي النهجان يروح ومع ذلك العضله لسه زي ما هي والصمام بايظ زي ما هو والنهجان زي ما هو. يبقى لازم عمليه بقى يا دكتور. لازم عمليه، بس ما تزعلش مني، انت اصلا مكتوب لك روشته مش واخد الدواء الامثل، مش الدواء المناسب للحاله، اصل ما بقاش فيه مزاجي يعني، ما بقاش انا مزاجي كده ان العيان ده ياخد الدواء ده، لا بقى فيه جايد لاينز وارشادات علميه طبيه زي الارشادات الاعلاميه كده، اوقفي كده واعملي كده وامسكي كده وبصي للكاميرا وده كاميرتك ودي كاميرتك مثلا. فكذلك عندنا في الطب عيان عنده ضعف في العضله ياخد ادويه تقلل ضربات القلب عشان ما تبقاش سريعه فالعضله تبوظ، ياخد ادويه تقلل حجم القلب، ادويه تقلل التضخم، ادويه تخليه مدره للبول تنزل ميه اللي في صدره، ادويه تقوي كفاءه العضله، 7 8 9 خطوات. طب انا عملت شويه حاجات هبله واديته يا دوبك برشامه من دي وربع حبايه من دي وفتفوته من دي وما اديتوش دي ولا دي ولا دي ولا دي، وبعدين قلت له تعالى لي بعد شهر قال لي لسه بنهج، اقول له شفت احنا عملنا اللي علينا ومش عايز تخف يلا عمليه. لا انت لو عملت اللي عليك صح واديته الدواء بالظبط من كل 10 9 هيخفوا والله العظيم. فهمت اقصد ايه؟ ايوه بس كده. طب السبب الثالث بقى يا دكتور. مش قلتك الذاكره بتاعتك قويه يعني؟ انا قلت هتوه مني عشان انا مش مذاكر السبب الثالث بس زي بعض افتكرته. احنا قلنا السبب الاولاني ان العضله تضعف ان حته منها تموت. والسبب الثاني؟ السبب الثاني ان الصمام يكون باظ وانا صغير نتيجه الروماتيزميه على القلب. حصل فيه ضيق او حصل فيه ارتجاع وقعدت سنين، شوف بقول وانا صغير يعني انا كبرت وقعدت فيه لحد ما بقيت عيان بضعف عضله القلب، يعني عشان صمام يبوظ لدرجه انه يبوظ العضله عايز سنين. عايز سنين. حسب بقى هو كم واحد بايظ صمام ولا اتنين، حسب هو بايظ نص نص ولا بايظ قوي ما بيفتحش خالص او ما بيقفلش خالص. وده ارخم نوع على فكره في ضعف عضله القلب لنتيجه الصمام ده. والنوع الثالث لضعف عضله القلب وده مشهور على فكره وممكن يجي للشباب والكبار والصغيرين ويجي باي اكسكلوجن، يعني اكتر يعني ايه؟
يعني ايه باي اكسكلوجن؟ يعني بالاستثناء. يعني ايه؟ يعني واحد عنده نهجان وعضله القلب ضعيفه ومش السبب الاول ولا السبب الثاني. يعني جالك جلطه يا بابا؟ لا والله ولا عمري جالي جلطه ولا سكاكين ولا اللي بتحكي عنه ده. ابص في الاشعه مفيش حته ميته ولا حاجه، ده كل العضله شغاله ضعيفه اه بس كلها شغاله. كلها شغاله. ابص في رسم القلب، رسم القلب يبين لو جاله جلطه دلوقتي، ويبين لو جات له جلطه وقديمه بقى لها اسبوع بقى لها سنه بقى لها 100 سنه تبان. يعني لو شفت رسم قلب بتاع واحد انا مش شايفه اعرف اقول لك الراجل ده جاله جلطه في يوم من الايام قبل كده ولا لا. فرسم القلب مش بيقول ان جاله جلطه، والواد ضربته وعذبته وكهربته وصبيت عليه ميه نار مش عايز يعترف، ما جاليش والله جلطه. وفعلا ما جالوش جلطه، والصمامات كويسه ما عندوش صمام بايظ. يبقى السبب التالت ويسمى ضعف عضله القلب، ساعات يسموه كده بلا سبب، بس عيب يعني لما اقول العيان بلا سبب. وغالبا السبب بتاعه بيبقى سبب، عشان يعني ما نقولش العيان بلا سبب، سبب ميكروبي او سبب فيروسي. يعني ممكن نطلق عليه ضعف عضله القلب النوع الاولاني نتيجه جلطه، ضعف عضله القلب النوع الثاني نتيجه مشكله في الصمام نتيجه حمى روماتيزميه وانا صغير، ضعف عضله القلب النوع الثالث بلاش تقول بلا سبب، ضعف نتيجة عضلة القلب الميكروبي أو الفيروسي. وده بيجي من إيه بقى يا دكتور؟ نتيجة إيه؟ أهو اسمه ميكروب يبقى نتيجة إيه؟ ميكروب، فيروسي نتيجة فيروس. يعني غالبًا بيبقى عامل إزاي؟ حكايته إزاي؟ يعني بيجي في الدم يعني؟ أه ما أنا هقول أهو. بتاع الجلطة تجلطي، ضعف عضلة القلب نتيجة حتة ماتت من القلب، فالعيان لو قعدت أقرصه وأعذبه وأكهربه، أصل العيانين في مصر ما بينطقش. وقفت فوسعت فالصمام بعد عن بعضه. طب اسمعيني بقى أكمل معلومة. لو الصمام بايظ مش احنا قلنا ضعف عضلة القلب نتيجة حتة ماتت من القلب فتكبر القلب، لإما صمام بايظ فيخلي القلب يفوت فيكبر ويضعف. لو الصمام بايظ وهو اللي مكبر عضلة القلب، يبقى علاج العيان ده ان انا اغير الصمام، اعمل عملية قلب مفتوح لاستبدال الصمام المترالي، بقصه اقص البوابتين دول اقصهم واحط صمام تاني معدني مكانه، وساعتها العضلة ترجع تاني تقوى. لكن لو العضلة هي اللي ضعيفة وسعت والصمام بعد عن بعضه، فبقى في ارتجاع في الصمام المترالي، مش عشان الصمام بايظ وجالي حمى وانا صغير، ده عشان العضله ضعفت فوسعت فالصمام بعد عن بعضه فبقى في ارتجاع. فلو غيرت الصمام او صلحته مش هيصلح العضله، ده يمكن يموت في العمليه. ده ساعتها علاجه انك تقوي العضله بالادويه، زي ما هنقول ازاي بتقوي العضله، فالصمام يقرب لبعضه فالارتجاع يقل من غير ما اغير الصمام. ايوه. ايه اللي حصل؟ مره شفت عيان زي كده، مش فاكر كان اسمه ايه، خلف باين من المنيا، والراجل ده كان عنده ضعف في عضله القلب، العضله بدل ما كفايتها 60% كانت 30 ولا 32، وبينهج جامد جامد جامد. عمل اشعه قالوا له ده العضله حاجه و30. بيبص في الاشعه على الصمامات فقال له ده الصمام المترالي فيه ارتجاع. قال له ارتجاع بسيط ولا ارتجاع متوسط ولا ارتجاع شديد؟ الارتجاع درجات، لو في شويه دم صغننين بيرجعوا يبقى بسيط، كتير يبقى متوسط، كتير قوي كل الدم اللي رايح تقريبا بيرجع يبقى شديد. سيفير، فيري سيفير، في كمان نوع كمان اسمه فيري سيفير يعني شديد جدا. قالوا لا ده ارتجاع شديد ولازم نعمل عملية قلب مفتوح لاستبدال الصمام المترالي. قال له ساعتها مش هنهج؟ قال له مش هتنهج خالص، هتبقى يا لهو هتطلع 80 دور هتلعب في النادي الاهلي، بس اعمل عملية. فعمل العملية، وبعد ما عمل العملية والجرح لم وقعد 3 4 شهور مثلا على ما الجرح يلم، وعلاج طبيعي، ما احنا نشرنا الصدر. فقال لي بدأت امشي تاني لقيت نفسي لسه بنهج. الله ما طلعتش يعني 80 دور. راح عمل اشعة قلب تاني اللي هي الايكو اللي هي الموجات الصوتية، قال له ده العضلة لسه ضعيفة، دي يمكن ضعفت اكتر، لان العمليه نفسها لو مش معموله في العيان الصح ممكن تاذيه اكتر، والصمام بيرجع زي ما هو زي ما هو. الله. هم ما غيروهوش، هم كشكشوه يعني خلوه يقرب لبعضه، بس العضله نفسها ضعيفه فبتبعد تاني. فقال لهم طب الحل ايه؟ قالوا له نعمل عمليه تاني. قلبي مفتوح. جه قابلني، جه قابلني، قلت له لا ما كانش له لازمه العمليه الاولانيه ولا العمليه الثانيه، الكلام ده من كذا سنه يعني. قلت له ده ضعف عضلة القلب اللي عندك هو اللي مكبر العضلة وهو اللي مخلي الصمام بعيد عن بعضه، ولو العضلة قويت وصغرت الصمام تاني هيقرب من غير ما نعمل له عملية ونكشكشه بخيط، وممكن ساعتها يخف يا دكتور منها؟ وخف وعضلة القلب اتحسنت، وبدل ما كانت 32 بقت حاجة و40 او 47 48، ده بعدها بثلاث اربع شهور، ممكن دلوقتي لو هو مستمر على الدواء تكون زادت اكتر من كده كمان. طب والصمام قرب لبعضه والارتجاع قل، وراح تاني للدكتور اللي قال له يلا نعمل عمليه، قال له ده الارتجاع بدل ما كان شديد بقى متوسط او اقل كمان من المتوسط، وما بقتش محتاج عمليه. وعمل لي حتى حلقه على اليوتيوب، قال لي متشكر يا دكتور رامي ان انت عالجتني بالدواء من غير ما احتاج عمليه وربنا يكرمك. طب يا دكتور الصمام المترالي ده مش في احيانا كتير قوي بيكون في يعني مولودين بيه؟
حاجه يعني لا، في مشاكل وراثيه، ودي تبقى وراثه. ودي ما بتتعالجش الا بالعمليه. يعني لو مولود مثلا عندي الصمام مش في مكانه، الصمام مقطوع، الصمام بوابه واحده، الصمام بوابتين بدل ما هم ثلاثه، بس ملهوش الشريان ضرر ده يعني. مكان الشريان ده، حسب بقى ايه اللي بايظ وايه اللي المفروض يتصلح. وملوش ضرر وحاجه صغيره، لا لو صمام بايظ كبير هيعمل مشكله، لو حاجه لو كان بسيطه نسبة بسيطة خلاص ما يعملش أي اه، مشكلة. لو ارتجاع او ضيق بنسبه بسيطه مش مشكله، لكن لو نسبه متوسطه يبقى فيها مشكله لازم ناخد دواء، ولو نسبه شديده وما عرفناش نعالجها بالدواء يبقى نعمل استبدال بالعمليه. أيوة. وبالذات لو العيان عنده اعراض وبيتعب والاعراض لم تعالج بالدواء. اللي بيزعلني بس الجمله الاخرانيه دي، وبالذات لو العيان بيتعب وعنده اعراض بينهج جامد، يعني والاعراض لم تعالج بالدواء. يعني ايه لم تعالج بالدواء؟ يعني اديته دواء يحسن الاعراض ويخلي النهجان يروح، ومع ذلك العضله لسه زي ما هي، والصمام بايظ زي ما هو، والنهجان زي ما هو، يبقى لازم عمليه بقى يا دكتور. اه لازم عمليه، بس ما تزعلش مني، انت اصلا مكتوب لك روشته مش واخد الدواء الامثل، مش الدواء المناسب للحالة. اصل ما بقاش في مزاجي، يعني ما بقاش انا مزاجي كده ان العيان ده ياخد الدواء ده، لا بقى في جايد لاينز وارشادات علميه طبيه زي الارشادات الاعلاميه كده، اقفي كده واعملي كده وامسكي كده أي وبصي للكاميرا، وده كاميرتك ودي كاميرتك مثلا. فكذلك عندنا في الطب، عيان عنده ضعف في العضله ياخد ادويه تقلل ضربات القلب عشان ما تبقاش سريعه فالعضله تبوظ، ياخد ادويه تقلل حجم القلب، ادويه تقلل التضخم، ادويه تخليه مدره للبول تنزل الميه اللي في صدره، ادويه تقوي كفاءه العضله، 7 8 9 خطوات. طب انا عملت شويه حاجات هبله واديته يا دوبك برشامه من دي وربع حبايه من دي وفتفوته من دي وما اديتوش دي ولا دي ولا دي ولا دي، وبعدين قلت له تعالى لي بعد شهر قال لي لسه منهج، اقول له شفت احنا عملنا اللي علينا ومش عايز تخف يلا عمليه. لا انت لو عملت اللي عليك صح واديته الدواء الدواء بمرض الصح الله من كل 10 9 هيخفوا والله العظيم. فهمت قصدي؟ ايوه. بس كده. طب التالت، السبب التالت يا بقى يا سلام دكتور. عليكي، مشكلتك الذاكره بتاعتك قويه، يعني انا قلت هتوه مني عشان انا مش لا مذاكر السبب التالت، بس زي بعض افتكرته. ايوه. احنا قلنا السبب الاولاني ان العضله تضعف ان حته منها تموت، او والسبب الثاني السبب الثاني ان صمام يكون الصمام باظ وانا نتيجة صغير نتيجه حمى الروماتيزم. روماتيزميه على القلب، حصل فيه ضيق او حصل فيه ارتجاع وقعدت سنين، شوف بقول وانا صغير يعني انا كبرت سنين وقعدت قعدت فيه فيه. لحد ما بقيت عيان بضعف عضله القلب، يعني عشان صمام يبوظ لدرجه انه يبوظ العضله عايز سنين. عايز سنين. حسب بقى هو كام واحد بايظ صمام ولا اتنين، حسب هو بايظ نص نص ولا بايظ قوي ما بيفتحش خالص او ما بيقفلش خالص. وده ارخم نوع على فكره في ضعف عضله القلب اللي نتيجه الصمام ده. والنوع الثالث لضعف عضله القلب، وده مشهور على فكره وممكن يجي للشباب والكبار والصغيرين، ويجي باي اكسكلوجن يعني اكتر. يعني ايه؟ يعني ايه باي اكسكلوجن؟ يعني بالاستثناء. يعني ايه؟ يعني واحد عنده نهجان وعضله القلب ضعيفه ومش السبب الاول ولا السبب الثاني. يعني جالك جلطه يا بابا؟ لا والله ولا عمري جالي جلطه ولا سكاكين ولا اللي بتحكي عنه ده. ابص في الاشعه مفيش حته ميته ولا حاجه، ده كل العضله شغال ضعيفه اه بس كلها شغاله. كلها شغاله. ابص في رسم القلب، رسم القلب يبين لو جاله جلطه دلوقتي، ويبين لو جات له جلطه وقديمه بقى لها اسبوع بقى لها سنه بقى لها 100 سنه يبان. يعني لو شفت رسم قلب بتاع واحد انا مش شايفه اعرف اقول لك الراجل ده جاله جلطه في يوم من الايام قبل كده ولا لا. فرسم القلب مش بيقول ان جاله جلطه، والواد ضربته وعذبته وكهربته وصبيت عليه ميه نار مش عايز يعترف ما جاليش والله جلطه، وفعلا ما جالوش جلطه، والصمامات كويسه ما عندوش صمام بايظ. يبقى السبب الثالث ويسمى ضعف عضله القلب، ساعات يسموه كده بلا سبب، بس عيب يعني لما اقول العيان بلا سبب، وغالبا السبب بتاعه بيبقى سبب، عشان يعني ما نقولش العيان بلا سبب، سبب ميكروبي او سبب فيروسي. يعني ممكن نطلق عليه ضعف عضلة القلب النوع الاولاني نتيجة جلطة، ضعف عضلة القلب النوع الثاني نتيجة مشكلة في الصمام نتيجة حمى روماتيزمية وانا صغير، ضعف عضلة القلب النوع الثالث بلاش تقول بلا سبب، ضعف نتيجة عضلة القلب الميكروبي او الفيروسي. وده بيجي من ايه بقى يا دكتور؟ نتيجة ايه؟ اهو اسمه ميكروب يبقى نتيجة ايه؟ ميكروب فيروسي نتيجة فيروس. يعني غالبا بيبقى عامل ازاي؟ حكايته ازاي؟ يعني بيجي يعني في الدم يعني؟ اه ما انا هقول اهو. بتاع الجلطة تجلطي، ضعف عضلة القلب نتيجة حتة ماتت من القلب، فالعيان لو قعدت اقرصه واعذبه واكهربه، اصل العيانين في مصر ما بينطقش على طول، ما يقولكش انا جالي جلطة وبعدها لقيت نفسي بنهج وبعدها عملت اشعة ايكو فلقيت العضلة ضعيفة، فعضلة القلب ضعيفة يا باشا نتيجة ان حتة ماتت من القلب نتيجة جلطة، زي ما حضرتك قلت في الحلقة. لا ما هو بيقولش كده، هو بيقول لك انا عندي ضعف في القلب وتعب في القولون وطقطقة في الودان. ما يقولش السبب يا عم، ما تقولش انت. وعايز اقول برضو حته للمرضى، اوعى تقول لدكتور التشخيص، قول له اللي انت بتحس بيه
ولو عايز تقول له تشخيص قوله له بعدها. يعني قول له يا دكتور انا حسيت بنهجان في صدري، ما تقولوش ضعف عضله القلب، انت ما شفتش حاجه، احنا اللي قلنا لك ضعف ويمكن يكون قلنا لك غلط. قول له انا بحس بنهجان جامد وقيل لي ان هذا النهجان بسبب ضعف عضله القلب، لكن ما تقولوش عن ضعف عضله القلب. ليه؟ لان ساعات عينين يلبسوا في الحيط بسبب انه بيقول التشخيص وهو اصلا غلط، والعيب مش فيه، العيب في اللي شخصه. ايوه. مثال حي ودايما بقوله واضح جدا. واحد مره جاله وجع في صدره شديد جدا، مش احنا قلنا ان الجلطه وجع في الصدر؟ أيوة. والوجع ده ممكن يبقى سكاكين، حفشه، حجر، حرقان. فحس بحرقان فراح لدكتور قال له يا دكتور انا عندي حرقان نار في صدري. قال له بس تلاقيك كلت حاجه مش هتشطر، خد لك شويه فوار ولبن رايب وهتبقى ممتاز. قال اه يعني منين ده يا دكتور؟ قال له ده شويه بس ارتجاع في المريء والحموضه وهتبقى 100 100، بس خد بس شويه فوار ده وهتبقى 100 100، وهي جلطه في القلب. وهي جلطه. فراح للدكتور اللي بعده خد الفوار وبقى كويس وتمام وما ارتاحش، نار برضه. هو يعني الفوار هو هيضيع الجلطه؟ لا طبعا، مع انه لو خد اسبرين كان يمكن فاق شويه. فراح للدكتور اللي بعده مفروض يقول له يا دكتور انا عندي نار في صدري وحرقان وتقال لي ان دي حموضه وخدت فوار وانا ما ارتحتش، خايف لا تكون دي مش حموضه يا باشا. لا ما قالش كده. راح للدكتور اللي بعده قال له يا دكتور انا عندي ارتجاع شديد في المريء والفوار ده ما ريحنيش. فقال له وريني كده الفوار. ايه يا ابني ده؟ يا ابني فوار ايه؟ ده فوار ده، لا في فوار تاني اشد واحسن خده. قام واخد فوار تاني. راح للدكتور التاني ما ارتاحش من الفوار التاني. راح لدكتور تالت قال له يا دكتور انا عندي ارتجاع في المريء شديد جدا والفوار ده ما ريحنيش والفوار ده ما ريحنيش. قال له انا مستغرب يا جدع الدكاتره اللي بتكتب فوارات لحد دلوقتي. خد بقى حقنه اللي زنتاك ولا حقنه قويه ولا بتاع. قال له ماشي يا باشا. راح واخد الحقنه قعد لحد ما اتنفخ دواء معده، لان هو اللي قال لي كده، هو اللي خد اول تشخيص ارتجاع في المريء وقعد ماشي بيه. لكن اه المفروض يقول انا حاسس بكده، انا عندي ضعف في القلب، انا عندي ضعف في القلب، انا عندي ضعف. قول له انا عندي كذا حاسس بكذا وقيل لي ان النهجان ده والخنقه دي والورم اللي في رجلي ده والخنقه اللي بتجيلي بالليل تصحيني من النوم دي نتيجه للضعف، واثبت ذلك باشعه ايكو بتقول ان العضله 30 وانا عارف ان الطبيعي 60. اتفضل اهي دي احسن بالنسبه لي. كنا بنقول ده ليه بقى؟ عشان النوع الثالث اللي عنده ضعف عضله القلب اللي هو السبب الميكروبي، اللي هو السبب الميكروبي بتاع الجلطه سببه معروف، ولو قعدنا نقول له هيحكي ويقول صح. انا جالي فعلا جلطه في 2013 ومن ساعتها وانا بتعالج من العضله الضعيفه. بتاع الصمام هيقول لي انا وانا عندي 12 سنه في 6 ابتدائي كان جالي حمى جامده وورمت ركبي وامي اهملت وما ادتنيش مضاد حيوي، وبعدين اكتشفنا بعدها ان في صمام بايظ لما رحت لدكتور اطفال وكنت سخن فسمع صوت في القلب فقال لي اعمل اشعه كده على القلب فلقيت فيه ضيق في الصمام المترالي نتيجه حمى روماتيزميه على القلب. وبقى لي بقى سنين لحد ما بدات انهج قوي، فجيت اعمل اشعه بقى لي 20 سنه ما بروحش الدكاتره، قالوا لي ده العضله ضعفت نتيجه ارتجاع الصمام او ارتجاع الصمام الاورطي او او او. ده كده عرفناه. التالت بقى مش هيقول كده ولا هيقول كده، هقول انا جالي ميكروب. ده لو عذبته وكهربته برضه ودلقت عليه ميه نار، ما هو العيان مش هيجي يقول على طول، انت لازم تقعد ايه تنطقه التشخيص. ما تفتكرش كده يا عم صبحي ان جالك شويه برد كده قبل موضوع النهجان وموضوع ضعف عضله القلب ده؟ يقول اه من حوالي شهرين كده قبل موضوع النهجان ده بشهر ولا باسبوعين او بثلاثه كان جالي دور برد جامد قوي ابن 60 في 70، نمت في السرير يا باشا. ده انا كنت اروح الحميات، ده انا سخنت ودرجه حرارتي بقت فوق ال40 وقعدت اخد مضادات حيويه حقن اسبوعين ويمكن اتحجزت باين. يعني المهم انه ايه دور ميكروب بشده، دور ميكروب غبي، مش واحد جاله شويه رشح وتاني يوم قام، لا دور ميكروب جامد. وغالبا بعدها بقى يقول لي يا دكتور بعد ما قمت من دور الميكروب بقى، ويعني يقال انه زي ما الميكروب عمل له تعب في عضلات جسمه، يعني انت لما يجيلك شويه دور برد تحسي مش قادره تقومي من السرير، مش قادره تشيلي حاجه، مش قادره تشيلي نفسك، عضلاتك كلها وجعاكي. فساعات زي ما بيضعف العضله دي والعضله دي والعضله دي يضعف العضله دي، يضعف دور برد. وحتى كمان كنت مره وانا بدرس في الزماله البريطانيه حد من الدكاتره او من العلماء قال ايه؟ قال طب هو مين اللي يجي له برد ويعدي؟ ومين اللي يجي له برد ويبوظ له عضله القلب؟ قال لك الفرق بين الاثنين؟ رحت انا رفعت ايدي وقلت له يا باشا اللي ياخد دواء والتاني بقى اللي ما ياخدش دواء، يعني ده خد مضاد حيوي والحمد لله بقى تمام، ده ما خدش. ايوه. قال لا. قلت له ده شرب ليمون وده ما شربش. قال لا. قلت له ده قعد البرد كان خفيف وده كان برد شديد. قال لا.
اللي يفرق ويخلي برد يعدي وبرد تاني ينط القلب ويبوظ لي العضله غالبا يعني البيدريست، راحه السرير. يعني ايه راحه السرير؟ يعني واحد جاله برد وارتاح، واحد تاني جاله برد وفضل يلعب ورايح الشغل وما خدش اجازه وفضل نازل وطالع وجاي على نفسه. ده غالبا، غالبا مش دايما يعني، مش كل واحد جاله برد ونزل لا الشغل لا لا يجيله ضعف في القلب، غالبا هو ده اللي هيسيب عنده اثر في العضله. ده اللي ممكن يجي الميكروب بقى يا دكتور. الميكروب بقى ياثر على العضله والعضله تضعف، فاسمه ضعف عضله القلب التمددي او دايليتد كارديوميوباثي، يعني العضله تضعف وتتمدد وتكبر. وده لمؤاخذه يعني افضل نوع في الثلاثه، واكتر نوع ممكن يخف خالص وترجع العضله تبقى زي الفل وتمام التمام ويرجع يخف تاني اذا شخص بشكل صحيح في الوقت الصحيح. المشكله ان لو واحد جاله ضعف في عضله القلب من النوع ده يجني بعض الدكاتره على القسطره، يلا نعمل لك قسطره عشان نشوف لو في شريان مسدود. طب ما تزعلش مني، ما هو لو في شريان مسدود وهو ده السبب هيبقى انت بتفتح شريان مسدود بيغذي حته ميته. يعني ليه بنجري على القسطره؟ ففي الاخر يعمل له قسطره. ده شاب صغير وعنده 30 سنه وجاله دور برد عمل كده، شرايينه ما لهاش علاقه ولا كوليسترول ولا تدخين، فممكن يفتح يبص على الشرايين في القسطره يلاقيها سليمه، او يلاقي شريان ضيق حاجه بسيطه وممكن يعمل له دعامه وهو مش محتاج للدعامه في الوقت ده. لا، عضله القلب الميكروبي ده او التمددي دي علاجها دوائيا وليس جراحيا او بالقسطره. طب احنا دلوقتي يا دكتور نعتذر، هنطلع فاصل ونكمل تاني اسئلتنا ان شاء الله. تمام. رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين بعد الفاصل مع دكتور رامي اسماعيل. يا دكتور دلوقتي طيب احنا عايزين نعرف طرق الوقايه من ضعف عضله القلب. ممتاز. وعايزين نعرف كمان الاكل، ايه هو الاكل المناسب لضعيف عضله القلب؟ المريض اللي عنده ضعف عضله القلب. تمام. ايه الاكل المناسب؟ سؤال مهم جدا والله حكايه الاكل المناسب دي. لان كتير من الناس بيدوا ادويه للي عنده ضعف في عضله القلب من غير ما يقول له يعيش ازاي، ياكل ايه، ما ياكلش ايه. دي بالنسبه يعني يبقى في اكل معين. اكتر حاجه تاذي المريض اللي عنده ضعف في عضله القلب وبينهج هو الحاجات اللي تخلي جسمه يعبي ميه اكتر، لان هو اصلا جسمه منفخ ميه ورجليه مورمه ميه وبطنه منفوخه والرئتين فيها ارتشاح او ميه في الرئه زي ما بيقولوا وبينهج جامد. فاكتر حاجه تضايقه هي الحاجات اللي تخليه يعبي ميه اكتر. ايه الحاجات اللي تخليه يعبي ميه اكتر؟ الملح، تخليه يشرب ميه اكتر. يعني المفروض المريض اللي عنده ضعف في عضله القلب او نهجان او واحد عنده ضغط بس الملح بيزود الضغط، او واحد عنده نهجان وجسمه كله مورم واتقال له ان في ضعف في عضله القلب او اي سبب تاني يا سيدي، يفضل وبالذات اللي عنده ضعف في عضله القلب وجسمه معبي ميه انه يخلي اكله قليل جدا في الملح، يعني يخلي اكله دلع قوي بدون ملح، بدل ملح يحط ليمون، كمون، زعتر، فلفل، اي حاجه تانية. والملح مش موجود بس في الملح بتاع الاكل، موجود في حاجتين كمان، في المشروبات الغازيه. المشروبات الغازيه فيها صوديوم باي كربونيت اللي بيفور ده. يعني هو يبعد عن الملح بس ولا في اكل تاني ممكن يبعد عنه؟ الملح والمشروبات الغازيه، وحاجه ثالثه فيها صوديوم برضو اللي هي المشروبات المعلبه، العصائر المعلبه. ايوه فيها صوديوم بنزويت، فيبعد عن الملح والمشروبات الغازيه والعصائر المعلبه. يبعد عن الحاجات اللي تتخنه لان هو مش ناقص كمان وزنه يتقل وينهج اكتر. والكوليسترول طبعا، الرز والعيش والمكرونه. الكوليسترول يبعد عن الاكل، واللي ما ياكلش وينام وما ياكلش دهن كتير وياكل احسن ني في ني او زيت ذره او مسلوق او مشوي او كده كده. المشروبات المعلبه، العصائر المعلبه. أيوة. فيها صوديوم بنزويت، فيبعد عن الملح والمشروبات الغازيه والعصائر المعلبه. يبعد عن الحاجات اللي تتخنه لان هو مش ناقص كمان وزنه يتقل وينهج اكتر. والكوليسترول طبعا، الرز والعيش والمكرونه. الكوليسترول يبعد عن الاكل، واللي ما ياكلش وينام وما ياكلش دهن كتير وياكل احسن ني في ني او زيت ذره او مسلوق او مشوي او كده. يبعد عن التدخين، ما ياكلش، ما يشربش دخان خالص، هي ناقصه اصلا. يقلل وزنه، لو كان تخين يخس، يعمل شويه تخسيس، لو مش بيمشي يمشي، مش قادر يمشي خالص يمشي خطوه ويريح 5 دقايق، وبعد كده يبقى بعد اسبوعين يبقوا 10 دقايق، بعد شهرين يبقوا ربع ساعه بالتدريج. أيوة. لكن يقعد ويأنتخ هيتعب اكتر وينهج اكتر. فده الاكل. الوقايه هي من الاسباب، الوقايه من بتاع الجلطه ان انا ابعد عن الحاجات اللي تجيب لي جلطه. بلاش سكر، بلاش ضغط اظبطهم. يعني بلاش كوليسترول، اخد دواء كوليسترول. لو تخين، لو بنام كتير قوي اصحى اصلي الفجر واقطع نومي، لو بشرب سجاره بطل دخان.
اللي عنده حمى رمضانيه اخد بالي من العيل وهو صغير، لو اي عيل جاله سخونيه وهو صغير وركبه ورمت اجري بيه على دكتور الاطفال واديله مضاد حيوي من النوع الفاخر، وعامل حلقه كامله اسمها حمى رمضانيه على القلب هتلاقوها على اليوتيوب. الضعف الميكروبي، لو جالي ميكروب ارتاح في البيت واخد لي يوم اسبوع اجازه بدون مرتب مش مشكله، ان شاء الله ربنا يعوضني المرتب تاني، بس اقعد في البيت وارتاح واتعالج صح. ولازم يبقى علاج كل واحده صح. وفي وعلى كده دكتور في في طرق علاجيه جديده وادويه جديده بالظبط لضعف عضله القلب. بالظبط زمان كانوا بيقولوا ايه اللي عنده ضعف في القلب ده خلاص يا ابني، حتى انت لو سمعتي حد بيقول لك عندي فشل في القلب يا لو كده خد خلاص بقى ده هيموت ده. لا دلوقتي وفي وراثه يا دكتور، في وراثه لضعف عضله القلب والله بعض الامراض الوراثيه بتساعد شويه في ضعف عضله القلب، يعني اتوقع ان لكن فيش حد مثلا مولود العضلة ضعيفة عشان ابوه كان عضلته ضعيفة، لا دي لا حاجة مفيش جين بينتقل يعني مش مثلا واحد ابيض فابوه كان ابيض فهو يعني مش سبب مش سبب يعني مش ده الاساسي ان واحد يتولد عنده ضعف في عضلة قلب لحد علمي يعني، لكن دوائيا في ادوية دلوقتي جديدة وقوية جدا، وقسم العلماء ادوية ضعف عضلة القلب حسب هي ضعيفة قد ايه وحسب هي ضعيفة بقالها قد ايه وحسب هي ضعيفه نتيجه ايه. يعني يا دكتور دلوقتي بقت في ادويه ممكن ترجع تخلي العضله بدل ما كفائتها 30 تعليها 40 و50 تعليها بس ما ترجعش للطبيعي. ترجع تاني للطبيعي ممكن تبقى 30 وترجع 60 بس 65. ما كانش كده، ما كانش فيه الادويه دي بالظبط. يعني هقول لك ايه، لو هنتكلم عن ادويه بس مش باسمها التجاري، نتكلم عن الادويه باسمها العلمي او بندي ادويه تعمل ايه يا رامي. خمس او ست ادويه، اول واحد فيهم وده اهم واحد فيهم واخد حاجه اسمها كلاس 1 انديكيشن، يعني توصيه اولى، يعني لو واحد عنده ضعف في العضله وما اديتهولوش تحاكم، هو الادويه التي تقوم بتقليل ضربات القلب. هي ضربات القلب السريعه يا دكتور تضعف العضله يعني. طب حتى لو حد سنه صغير او سنه كبير او اي سن ياخد ادويه تهدي ضربات القلب حسب هي سريعه قد ايه. لو سريعه حاجه بسيطه يعني انا دلوقتي وانا بكلمك وانت بتتكلمي في الحلقه متوطرين شويه ممكن ضرباتي يعني ممكن لحد كم كم دقه مثلا يبتدي يعني ياخد مثلا اقول لك لحد اولا ما يحس انها مضايقاه يعني واحد ضربات قلبه 70 80 مش مضايقاه، واحد ضربات قلبه 90 بدات دب 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 يحس انها او بتزيد يعني لو تعبته يبقى لازم هو دوت عملت اعراض لازم ياخد الدواء على طول. ما هو طول ما هو قاعد ومش حاسس بيها حتى لو سنه صغير. في السن الصغير ممكن ضربات نسبها تزيد قوي، يعني ممكن تلاقي الطفل انا احب ان ضربات قلبي تبقى 70 80 لكن الطفل ممكن ضربات قلبه تبقى 90 100 لحد كم سنه 110 لحد سنه. كل ما يكبر يعني من اول ما يتولد كده ممكن ضربات قلبه تبقى في الميات بعد كده مثلا 5 6 7 سنين تبدا تقل شويه بعد كده البلوغ تبدا في السبعينات بعد كده لما يكبر ممكن تزيد اكتر، لكن في العيان اللي عنده العضله ضعيفه انا مش عايزها تزيد ولا حتى في الطبيعي، عايزها تبقى في اول الطبيعي، يعني ان كان الطبيعي من 60 70 دقه لحد 90 دقه في الدقيقه انا عايزه لا في الستينات والسبعينات عشان القلب يبقى كده فيبقى مرتاح ما يبقاش ضعيف وكمان شغال بسرعه فاديله الادويه التي تهدئ من روع القلب وتبطئه ومش هتضره لو انا مركز انا بدي جرعه قد ايه وببطئ القلب لحد فين مش بدي الدواء خلاص. اللي بيحصل غالبا اني مش ببطئ القلب، اني بدي جرعه صغننه قوي عشان خايف للقلب يبطئ فالعين ينهج اكتر. لا طب ده اللي هيقوي القلب. كان في سؤال كده يا دكتور عايزين نعرفه، اللي هو الجلطات بقت منتشره بين الشباب ويبقى سنه صغير ويقول لك ده توفى بجلطه توفى بذبحه هو لسه شاب يعني حاجه بسيطه كده حتى عايزين نعرفها ايه الاسباب ممكن وايه ممكن الوقايه منها. والله انت عندك حق، انا بقيت اشوفها كتير. زمان اللي كان عنده جلطه ده كان يبقى عنده يبقى سنه كبير سنه ولا حاجه دلوقتي 30 سنه و35 سنه وساعات اقل من 30 والله. ايه بقى الاسباب؟ ايه ممكن الاسباب؟ يقول لي ده انا مركب دعامتين وفي مجال جلطه قبل كده، ايه يا عم في ايه؟ والله يعني انا السبب غريب قوي. ايه هو؟ ساعات تلاقيه في الثلاثينات زي ما انت بتقولي كده ولا عنده سكر ولا عنده ضغط وبيلعب جيم ومش بيدخن وجات له جلطه مفاجاه جاله ذبحه. اكتر سبب انا بقيت اشوفه هو انه يكون بياكل كتير قوي 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 بالليل يدبها يعني وينام، يعني يروح الشغل متاخر زي كتير مننا للاسف. يقول لك انا شغال طول النهار وبروح الساعه 7 8 الساعه 9 الحاجه تحط لي اكل ادبها بقى اكله محترمه وانام، وبقالي على كده يا باشا 7 8 سنين اهو. ده يجي له جلطه اسرع من اللي بيدخن يمكن، فده ياخد باله منه. او اللي بينام كتير طول الليل وما يقطعش نومه بصلاه الفجر، فده اللي نخاف منه شويه. فصلاه الفجر مهمه جدا، الاكل الصحي مهم جدا، ان انا احافظ على راحه النفسيه القلبي وذكر ربنا الا بذكر الله تطمئن القلوب مهمه جدا،
وان انا اتفرج على الحلقات دي مفيده جدا، المشيره والحياه، او حلقات الدكتور رامي اسماعيل هتلاقيها على اليوتيوب. يا رب تكونوا استفدتوا يعني الحلقه. طبعا يا دكتور، واحنا طبعا في نهايه حلقتنا بنشكر حضرتك جدا. ربنا يخليك. وكانت حلقه جميله واستفدنا منها كتير قوي قوي. وانا كمان استفدت والله العظيم يا دكتور. ربنا يخليك يا رب. المشيره اول مره تطلع على الهواء بس يعني حاجه، او تطلع في برنامج بس. اولا اتصلت بيا وقالت لي يا رب تكون انت معايا دكتور رامي، فانا يعني بشكرك على الاهتمام ده. رب. فيا رب تكون بداية موفقة، وثانيا ما شاء الله يعني أداء موفق جدا، وأنا سعيد جدا بوجودي في القناة دي اللي بعتبرها بيتي يعني. أعزائي المشاهدين، هنشكر دكتور رامي على حضوره معنا في الحلقة واستفدنا منها كتير قوي، واشكركم واستنوني في حلقة جديدة من برنامج مشيرة والحياة.